الدكتور نصر الدين شلقامي ويدير هذه الجلسة هذا المنتدى اليوم. وكلنا نعرف نصر الدين شلقامي، بالمناسبة هو رئيس مجلس أمناء مركز راشد دياب. وفي الواقع يعني هذا الكتاب الذي سوف نستمع في زمن بسيط جدا لعرض يعني ملخص تلخيصي لهذا الكتاب وتأملات وإفادات من بعض المختصين. هذا الكتاب عنوانه إلى جيل نأمل ألا يطول انتظاره. عندما يقرأ الإنسان العنوان ربما يفكر بإحباط، ولكن عندما يدخل في داخل الكتاب ويقرأ الفصول المختلفة في الكتاب، حقيقة الإنسان بيحصل له انتعاش وبيحصل له بيشعر بأمل كبير جدا في مستقبل زاهر في مجال التعليم. ليه؟ لأن مؤلف الكتاب هو يعني شخصية متفردة. دكتور إبراهيم اللمين هو طبيب أخصائي نساء والتوليد وأستاذ في هذا العلم. دكتور إبراهيم اللمين هو سياسي في مقام بدرجة كبيرة، هو تنفيذي وتبوأ مناصب تنفيذية كبيرة جدا في هذا البلد والجميع يعرفها. هو كاتب راتب في الصحف السودانية ومؤلف لكتب خارج المجال الأكاديمي، أقدر أقول متخصص فيه، وخاصة كتابه عن الزراعة في السودان، وكتب في عدة مجالات في الكتب في الصحف السودانية، في مجالات التعليم، في مجالات التربية، في مجالات الاجتماع، في مجالات السياسة، في مجالات الاقتصاد، في الزراعة، في كل مناحي الحياة. وذلك يأتي من شخصية دكتور إبراهيم اللمين، الشخصية الاجتماعية المعروفة الموجودة في كل منشط اجتماعي في هذا البلد. فأنا يسعدني جدا أن أكون مع هذه الشخصية في هذا المكان، وأدعوه للمنصة فليتفضل. حقيقة يعني الواحد سعيد بالحضور المميز في مركز متفرد لمناقشة قضية هي قضية هامة جدا، ما بالنسبة للسودان وحده، لكل دول العالم. الفكرة في الحقيقة بتاعت الكتاب هي أنا كتبت كتاب عن المياه، فالأول كان يعني زي متأثر جدا بأن السودان قبل الانفصال الجنوب فيه 60% من حوض النيل، ورغم ده أنه أقل الدول استفادة من الحوض. وعشان كده الكتاب هو عنوانه الصراع حول المياه في حوض النيل، من يدفع الثمن. وأنا بعتقد كل الاتفاقيات التمت كان السودان هو اللي بيدفع الثمن. الكتاب اللي بعده برضو مربوط بدي بالقضية بتاعت المياه والزراعة. الكتاب تكلم عن أن السودان بلد غني زي ما كل الناس بتتكلم بموارده الطبيعية. يعني الآن حتى الصراع على المستوى الاستراتيجي، الناس صراع حول المياه، صراع حول المعادن، صراع حول النفط اللي هو الطاقة، صراع حول الأراضي الخصبة، صراع حول الموقع الجغرافي. السودان بيتمتع بأنه عنده نصيب وافر جدا من الموارد الطبيعية، لكن الموارد الطبيعية وحدها ما كفاية ما لم تدار إدارة عشان يكون عائدة لأبناء الوطن اللي يمتلك هذه الموارد. لأنه الدول
الكبرى والدول اللي عندها نفوذ تستطيع أن يعني تستغل القفلة بتاعت الشعوب وفساد الحكومات وتستولى على هذه الموارد. عشان كده الموارد قيمتها ما بتتم إلا إذا كان أنت عندك مورد بشري على درجة عالية من الكفاءة يستطيع إدارة هذه الموارد وتوجيهها لمصلحة المواطن في بلده. فمن هنا جاءت الفكرة بتاعت التعليم والكتاب بتاع التعليم. الكتاب بتاع التعليم أنا حبيت أعمل يعني أهم جوانب فيه أنه بيتكلم في جوانب فنية التربية والتعليم ده ما دار أتكلم فيه كثير، لكن جبنا نماذج من دول استطاعت هذه الدول أنها يعني تتطور وتنمي بلدها عبر بوابة التعليم. النماذج دي حتى من دول ما كانت معروفة قبل كده، يعني لو نمسك بلد زي سنغافورة أنها كانت غرية بتاع الصيادين، يعني وصلت إلى ما وصلت إليه لأنها هي اعتمدت اعتماد كبير جدا على التعليم. وهم نفسهم بيقولوا أنهم لما اهتمينا بالمورد البشري واهتمينا بجودة التعليم استطعنا أننا نقطع يعني أشواط كبيرة جدا وأنها تكون هي بلد مميزة. وإضافة إلى دول أخرى يعني كوريا الجنوبية، يعني في الواحد لما يتكلم عن كوريا الجنوبية يعني حقيقة سنة 60 كوريا الجنوبية يمكن شبيهة لنا ويمكن أقل مننا. ومن الحاجات الغريبة على أساس أنه الكوريين طلبوا من الإنجليز بأنهم يدوهم أو يعملوا لهم برنامج للتعليم الفني، فهم أدوهم البرنامج السوداني، ويقال أنه في معلمين سودانيين مش شاركوا فيه. كلام ده سنة 60 مقارنة للوصلت له كوريا الآن بما حصل عندنا نحن قطعا بيكون في فارق كبير جدا. ودول أخرى زي اليابان، دول أخرى الصين، الهند، البرازيل، فنلندا، كندا، دي كنماذج. وكل دولة تقريبا تميزت لكن في عوامل مشتركة بتجمع بيناتهم. أهم عامل أنه الاهتمام بالمعلم. أنا أفتكر على أساس أنه اهتمام المعلم هو محور العملية التربوية، ولدرجة أنه في اليابان كمثل أنه الأعظم وظيفة ووظيفة من الصعب جدا أنك تتصليها، وأي أسرة مميزة بتسعى بأن يكون واحد من أفرادها معلم، وأنه الوصول عشان تبقى معلم بتمر بمراحل كثيرة جدا وفيها غربلة كثيرة وامتحانات وكذا، ما عدا بده المعلم أعلى مرتب في الدولة. وصلت درجة الاحترام أنك أنت إذا المعلم ماشي في الشارع وإنت ماشي وراه يجب أن تكون بينك وبينه 8 خطوات عشان ما تعتزله. المعلم في اليابان بيعتبر على أساس أنه هو العنصر الأساسي اللي بيعتمد عليه في تطور وتنمية اليابان، وفي جوانب كثيرة جدا بالصورة دي. نفس القدر واحترام المعلم يكاد يكون في كل هذه الدول. الجزء الثاني على أساس أنه بيتكلم على التجربة السودانية، والتجربة السودانية فيها مسح لتجارب اللي مرت بها السودان منذ أقدم العصور إلى الوضع الحالي اللي نحن فيه. لكن أنا في دي بركز على حاجة واحدة اللي هي بعتقد أنه أي سوداني يجب أن أهتز بها، اللي هي تجربة بختارنا. وأنا من الأشياء اللي خاصة حاسة نحن زي ما ذكر الأخ دكتور نصر الدين أننا نحن يعني أمامنا الآن شخصيات فعلا هم دول ثمرة بخت الرضا. بخت الرضا اللي قامت في فترة
تكاد تكون الدول اللي بنتكلم عليها دي ما بتعرف حاجة اسمها تعليم، وقدمت نماذج في مختلف يعني المجالات. يعني الكلام اللي نكتب ويطبق في وسائل التربية ومناهج التربية الحديثة، يعني لما يتكلموا لك على التعليم المستمر، بختلوطة كان فيها مكتبة مركزية بترسل الكتب بالبسطة للمعلمين في كل أنحاء السودان، فكان نوع من التعليم المستمر. ويعني يمكن الأستاذ شرحبيل كيف أنه كان عندية الصبيان، وكيف كان في بختلوطة يعني بيعلموا الطالب كيف يعني للوقت الحديث عن الانتقال من التعليم إلى التعلم، يعني كيف أنك أنت بتزرع وتقلص المبدأ ده في الطالب، سواء كان يعني بالعمل اليدوي أو بالزراعة المزارع الصغير. أنا في مرحلة مشيت في بختلوطة ولقيت للأسف الشديد أن بختلوطة فيها 800 فدان على النيل، والتونية فدان دي في مرحلة من مراحل، يعني يمكن كل الناس اللي درسوا في بختلوطة أو عاشوا في منطقة الدويم، أنه كيف كان التلاميذ بيكونوا هم المزارع الصغير بيشاركوا وبيحاسبوهم زي ما بحاسبوا المزارع في الجزيرة، ربوا فيهم الروح دي. الآن التونية فدان دي مؤجرة وبتزرع بسبعين مؤجرة للمواطنين من الدويم وبيزرعوا فيها بسبعين، فبتوريك أنه كيف التراجع اللي تم بالنسبة لتجربة تعتبر هي تجربة نموذج. أول حاجة الفكرة ذاتها، خاصة أنه يعني الناس يعني تناولوها عدد كبير جدا طبعا مع الفكرة، لأنه شعر بالجوانب الإيجابية فيها وشعر بتأثيرها، خاصة عندما يقارن بين المعلم اللي تخرج من بختلوطة والمعلم اللي جاء أصبح عبارة عن زي المكلف تكليف وذاته ما راضي به. يسعدني أن أشارك في ابتدار النقاش في ندوتكم هذه المخصصة لكتاب لأحدث مؤلفات المؤلفات العديدة للكاتب النحرير والسياسي الخطير والعالم المائي والبيئي والتعليمي والزراعي والسياسي الدكتور إبراهيم الأمين. كما ذو السبع أرواح، كما ليوناردو دافنشي الفنان الإيطالي الشهير يسموه الفنان سبعة أرواح. وأبدأ في معالجة موضوع التربية البيئية ببعض التعريف. التعريف كثيرة جدا، العلماء والمؤسسات والجامعات والبيئيين كل زول بيطلع بتعريف، أنا حبيت عشان كده قلت أقراها كاتبة في ورقة. أبدأ في معالجة التربية والتعليم العديدة لعلماء ومؤسسات البيئة، ذلك لأنها مجموعة أنها مجموع ما على كوكب الأرض من الجمادات والأحياء وعناصر المناخ وأنظمتها المتشابكة المحيطة بالإنسان والمؤثرة فيه والمتأثرة به. وأهمها طبعا الأرض، التربة والموية والمناخ. وكما ألخص لكم بعض التعريف التربية البيئية،
برضها كثيرة، لكن نحن ممكن نقول بأنها الجهد التعليمي من بين جهود التربية الشاملة التي تهدف لتوفير المعرفة وأساليب العمل على حماية البيئة وإصلاحها والعلاقات بين البيئة والإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتكيفه معها وعمله لصيانتها ولتأمين استخدامه الراشد لمواردها الضروري للحياة على كوكب الأرض، بهدف إنه يعني يعيش حياة سعيدة هو وعائلته ومجتمعه وللعالم العالم أجمع. لقد أبدع الكاتب في تفصيل دور العلم والتعلم والتعليم والتدريب والتربية الشاملة بما فيها التربية البيئية التي ظلت موضع اهتمام الإنسان عبر عصوره عصور حضاراته الكثيرة. يعني الهندوس والبوذيين عندهم برضو احترام للحيوانات واعتبارات، ويعني أفلاطون في الحضارات الأخرى الغربية هو أول من قال إنه يعني يجب أن يكلف من يهدر البيئة أو يصيب بالضرر بإصلاح ما أفسد، وهذا هو ما يجري على له الإنسان الآن في الأمم المتحدة في أنه يحاول أن الغرب الذي أفسد البيئة بالصناعة. منذ القرن السادس قبل الميلاد كان في التربية اليونانية، اللي هو اللي بنقول التربية اليونانية معناها الإثنية والإسبارتية، إسبارتا دولة إسبارتا معروف دولة قوية، واستخدمت الموسيقى من الوقت ذاك واليونان منذ القرن السادس قبل الميلاد. بعد ذاك برضو الإمبراطورية الرومانية برضو دمرت مناهج تعليم الموسيقى والرياضة البدنية، وهكذا استمرت المناشد المدرسية داخل المقرر الدراسي. في القرن السابع عشر في مدارس اليسوعيين برضو الكنيسة وباخ، يعني الموسيقى كانت في الكنيسة حاجة أساسية. يعني أسرة باخ دي أكثر من 30 باخ، هما الأبو الكبير بيكون بيعزف في الأورغن. الأورغن بالمناسبة أقدم من البيانو، أورغن المائي كان في الأول تاني، الأورغن الهوائي أورغن قديم جدا. البيانو هو ظهر 1800، لكن الأورغن آلة قديمة فكان بيستخدموه في الكنيسة. فكان باخ الكبير بيكون بيعزف وولده بيكون بينفخ له، لمن ده يموت بي الولد بيكون هو العازف بيجي ولده تاني كده. وهكذا استمرت أسرة باخ حتى يقال إنه في إحدى المرات إنه باخ عزف عزف جميل لها الناس عن الصلاة والترانيم، فتم عقابه إنه مفروض ما يعزف عزف بس يخلي الناس عشان الترانيم. بعد الكنيسة جاء العالم الإسلامي حجة الإسلام بن محمد أحمد الغزالي برضو يتكلم عن الموسيقى وعن الفن. وفي القرن الثامن عشر جان جاك روسو وفروبيل وجون ديوي دي كلهم تكلموا عن مناشد وأهمية الموسيقى. أما في السودان طبعا بدأت المناشد منذ الخلاوة، يعني في أوائل القرن السادس عشر. طبعا في الخلوة كان في يعني ما الناس كان بيقروا بس بيقروا القرآن وبيقروا، كان في نشاط، يعني لمن الصبيان يمشوا يجمعوا الحطب لإشعال نار التكابة والقرآن. التعليم بدأ بصورة جيدة جدا واستمر فترة طويلة جدا، الناس كانت بتدرس مجانا وكانت بتعيش بداخليات وكانت عندها إمكانيات هائلة جدا في المعرفة وفي تلقي المعرفة. ولكن هذه الأجيال اللي عملت كل هذا فجأة توقفت كل الامتيازات دي، وأصبح التعليم مشكلة كبيرة، وأصبحت المدارس خاصة، وأصبحت ما في داخليات، وأصبح ما في اهتمام بالفنون، وما في اهتمام. حصل شنو؟ ده السؤال المفروض يسأل الناس، إنه حصل شنو؟ ليه الناس اللي تعلمت دي ليه ما تركت أثر في الأجيال الثانية؟ ليه ما كان في تواصل أجيال في التعليم؟
حصل أن التعليم كان ما تفاعلي، كان تعليم خاص بأفراد معينين بيمتازوا بالقدرة على التلقين على الحفظ، والحفظ كان مشكلة كبيرة جدا ولا زال بالنسبة للسودان. الناس الحافظين المتعلمين تفاعلهم الاجتماعي أثبت أنه ضعيف جدا. وأنا عندي 3 مقالات كتبتها عن حندوب، حندوب ومعضلة العقل البحت، العقل البحت، العقل الناشف، العقل الجامد، عقل الأنا، عقل الأفندية. حرمنا من التفاعل الاجتماعي. الناس اللي تعلموا أغلبهم كانوا مؤثرين سياسيا، وكان تأثير بعضهم إيجابي والبعض الأغلب منهم كان غير إيجابي في المجتمع. في مجالة واندهشت دهشة شديدة جدا، لأنه الكتاب حقيقة يتكلم بالضبط، يعني لو أي زول قرأ الكتاب ده بتشعر من الكتاب يتكلم عن ما في دواخلك بالذات، وخاصة في الجانب التعليم، وكيف إنه التعليم كان في مرحلة من المراحل هو يعني رأس الرمح في كل شيء، إلى أن الآن يعني ممكن كل زول يدرك إنه التعليم هسا الحاجة انخفضت شوية، وبقى التوجه في التعليم ما بالنشاط ولا بالقوة اللي بدت بها، وخاصة تجربة بختردة يعني كانت تجربة رائدة تحدث عنها الكتاب. والحقيقة الكتاب تحدث عن كل شيء، عن البيئة وعن الرياضة وعن الصحة وعن أهميتها وعن رأس الرمح الكبير اللي هو المعلم اللي هو بيقود كل الكلام ده، وبيجيبنا لأعظم حاجة الناس ممكن تتفق عليه اللي هو التعليم. بختار هذا الحقيقة، يعني أنا واحد من الناس اللي تمنيت لو أني أريد رجعت لورا وقريت في بختار هذا. كنا بنتساءل في مؤتمراتنا بتاعت الجدعات السنوية بتاعت التنمية الريفية، ليه أن إحنا يكون عندنا نظام بتاع تعليم مركزي واحد مفروض على السودان كله؟ التنوع البيئي بتاعنا والإمكانيات الموزعة على البلد يعني فيها مجال لقفزات تنموية يعني لا حدود لها، ويمكن أن يعني يستفيد منها الناس كل في مجاله. وكنا بنحلم بيوم من الأيام نسمع في حاجة اسمها التعليم الإقليمي أو الريجونال إدوكيشن، عشان البلد دي غارة وكل ولاية وكل جهة وكل إقليم فيها يكون مستقل بإمكانياته، والتعليم في ذاك الإقليم يكون أساسا موجه نحو استغلال البيئة والتعامل معها بما ينفع الإنسان وينفع البلد كلها.